بالنسبة لتشكل الجن على شكل بعض المخلوقات، هذا أيضا وارد. نعم، ويحضرني بهذه المناسبة قصة أبي هريرة حينما كان حارسا على بيت المال، حيث كان ليلة حينما رأى شخصا لا يدري من أين دخل يحثو في ثوبه من التمر من بيت المال، فهجم عليه وقبض عليه ويريد أن يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستعطفه وقال إني رب عيال وفقير ومن هذا الكلام اللين، فترجاه أن يطلق سبيله، فحن قلبه أبي هريرة وأطلقه. لما أصبح الصباح، وعليكم السلام ورحمة الله، ذكر للرسول عليه السلام ما وقع له، فقال له عليه السلام: ذاك شيطان وسيعود إليك. وفعلا عاد إليه في الليلة الثانية، وعاد الشيطان إلى استعطافه المذكور آنفا، فأيضا أطلق سبيله. ثم ذكر ثاني يوم ما وقع له مع الشيطان، فأكد له قوله السابق: ذاك شيطان وسيعود إليه. وهكذا جاء الشيطان في المرة الثالثة، فلما ألقى القبض عليه وأراد أن يأخذه إلى الرسول عليه السلام، قال: أطلقني وأنا أنصحك بنصيحة. إذا قرأت آية الكرسي حينما تأخذ مضجعك فإنه لا يمسك في تلك الليلة إنس ولا جان. فكأنه دخل في قلبي صدق هذا الكلام وأطلق سبيله. وفي الصباح ذكر أبو هريرة للرسول عليه السلام ما فعل مع الشيطان، قال كلمته المشهورة: صدقك وهو كذوب. فهذا حديث في صحيح البخاري، وهو يؤكد أن للشيطان حق التمثل وقدرة التمثل بالصور التي يريدها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة أو ذات يوم بأصحابه، فرأوه وهو يأمهم كأنه مد يده ويقبض على شيء، وبعد الصلاة قالوا له: رأيناك يا رسول الله فعلت كذا وكذا. قال: نعم، لقد هجم علي شيطان بشعلة من النار يريد أن يقطع علي صلاتي، فأخذت بيدي وشددت على عنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي. ولولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لربطت بشارية من سواري المسجد حتى يصبح أولاد المدينة يلعبون به. هذه أمور يعني لا يمكن للمسلم الذي يؤمن بعالم الغيب أولا ثم يؤمن بما صح من الأخبار ثانيا إلا أن يؤمن بهذه الحقيقة. هذا هو الجواب أيضا على هذا السؤال الأخير. جزاك الله خير. كان في النهاية إعادة طبع كتاب